معنا سي مصطفى الجباري. سي مصطفى هارد لك نادي ليكسوس العرائش في هذه المباراة، كانت منافسة ما بين التجربة والحماس. نادي اتحاد طنجة بتجربته الكبيرة تمكن باش ينتصر على نادي ليكسوس العرائش بصعوبة وبشق الأنفس. شنو يمكن تقول لنا على هذه المباراة وعلى هذه الأجواء اللي كنعيشوها، الأجواء الاستثنائية اللي عشناها في هذه المباراة؟ أولا شكرا على المواكبة. في البداية كنهنئ فريق اتحاد طنجة على الفوز ديالو. هارد لك الفريق ديالي اللي قدم مستوى رائع، وأنا جد مسرور على العطاء والأداء ديال الفريق ديالي. خانتنا نقولوا تجربة، خان الحظ في بعض اللحظات، ولكن مباراة كانت مباراة حماسية، مباراة اللي استمتع بها الجمهور، مباراة اللي ربما أكدت أن فريق ليكسوس عنده كيتكب على تركيبة بشرية اللي هي كتنافس الفرق كاملة، كتنافس الفرق اللي كتوفر على عناصر اللي هي مجربة، عناصر اللي هي عندها وزن ثقيل على الصعيد الوطني والصعيد العالمي. مقابلة كانت حماسية، مقابلة كنهديها لهذا الجمهور اللي حضر اليوم بغزارة وساند الفريق ديالو حتى لآخر ثانية. شكرا مرة أخرى للجميع، شكرا على المجهودات اللي قاموا بها اللاعبين، شكرا للطاقم التقني، وشكرا لكل المسؤولين ديال اللي كيشاركوني السير ديال ليكسوس العرائش. كنوعدكم بأننا يكون عندنا فريق منافس، فريق اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون مع الكبار، وحنا فعلا مع الكبار، بقينا مع 8 في البلاي أوف، كنا وكنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم نوصلوا للنصف النهائي. وهذا ماشي بعيد، باقي لنا عندنا مقابلات تدارك هذه الهزيمه، وان شاء الله يكون لنا الحظ اننا نمشيو للدومي فينال. هذا هو السؤال اللي كان هذه اللي كنت نطرح عليك سي مصطفى، هو شنو يعني شنو كيبان لك، شنو هي الحظوظ ديال نادي ليكسوس العرائش في المباريات القادمه ان شاء الله؟ وهل يعني ممكن، وهذا ما نتمناه، انكم تمشيو نصف النهائي على الاقل كابعد نقطه، توصلوا نصف النهائي ديال البطوله الوطنيه ان شاء الله، لان كاينه مباريات قادمه ماشي بالصعوبه ديال المباراه اللي كانت مع اتحاد طنجة. فكما قلت ان اتحاد طنجة فريق كبير وصعب، ومع ذلك انتصر على نادي ليكسوس العرائش بصعوبه كبيره وشق الانفس. شنو يمكن تقول لنا على الحظوظ ديال نادي ليكسوس العرائش؟ اولا حسب الارقام انا كنظن بان باقينا الحظوظ كامله. لعبنا مقابله خارج الديار، هزمنا مع الجيش الملكي، لعبنا مقابله مع كوكا مراكش ربحناهم. المقابله ديال اليوم كانت ضد فريق عتيد، فريق اللي قوي، فريق اللي اكد، فريق اللي هو المنتشي بالبطوله هو المنتشي بحراز كاس العرش مؤخرا. كنظن بانه الى بقات الارقام هكا، يعني مقابله ديال اتحاد طنجه، هذه الهزيمه ضد اتحاد طنجه ما تاثرش علينا. مقابله اللي مقبلين عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الجيش الملكي غنستضيفوه في وسط الديار ديالنا، وكنظن باننا يمكن نضربوا ديك المقابله ربحوا فيها. وهذه فرصه باش نطلبوا الجماهير باش تحضر بغزاره على اليوم، وعندنا مقابله خارج الديار مع الكوكب المراكشي، اللي حتى هو ممكن اننا ان شاء الله الا كنا في نهارنا اننا نربحوا ديك المقابله وهكذا ندوزوا للدومي فينال. هذا ما نتمناه سي مصطفى، بصحتكم وبارك الله فيكم رغم الهزيمه. اشيد شخصيا، اشيد بالمجهودات ديالكم سي مصطفى والطاقم اللي معك، المسيرين اللي معك، وكذلك اشيد باللاعبين ديال نادي ليكسوس العرائش، لانهم فعلا خرجوا المدينه من ديك الرتابه اللي كانت فيها، والناس رجعوا كيستمتعوا بكره السله وباجواء رائعه. شكرا لكم بزاف. شكرا.